في ظل مخاطر المبيدات الحشرية والآفات الضارة وظاهرة التغير المناخي التي تهدد المحاصيل والملقحات، يقوم مشروع بالمغرب بقيادة المركز الدولي للبحوث الزراعية إيكاردا بتقديم مبادرة الزراعة باستخدام الملقحات البديلة، والذي يهدف إلى تدريب المزارعين على تحسين أداء الملقحات بزراعة وإنقاذ مجموعة متنوعة من النباتات في قطاع من حقولهم. زاد المغرب من الاعتماد كثيرا على الملقحات في الزراعة خلال 50 سنة الماضية، وهي دولة معرضة للجفاف بسبب تغير المناخ. من المحتمل أن يستخدم المغرب نباتات أكثر اعتمادا على الملقحات في المستقبل. عملية التلقيح تتم عن طريق نقل حبوب لقاح النبات من الذكر للأنثى بواسطة النحل والدبابير وحشرات أخرى كوسيط تلقيح للسماح بالتخصيب، ونتيجة لذلك تظهر البذور. وبحسب منظمة فاو، فإن منتجات غذائية بقيمة تتراوح ما بين 235 مليارا إلى 577 مليار دولار سنويا تعتمد على الملقحات بشكل مباشر، لكن وفقا لتقرير أصدره برنامج الأمم المتحدة للبيئة، فإن نحو 16% من الملقحات في العالم مهدد بالانقراض. لذلك يخصص مشروع إيكاردا نحو 25% من كل حقل لمجموعة من أنواع النباتات، بعضها يساعد على زيادة المغذيات في التربة أو يزيل الآفات، ومن ثم يساعد في تقليل الحاجة للمبيدات الحشرية عبر اجتذاب حشرات ملقحة، ما يساعد في زيادة إنتاجية المحاصيل. هناك العديد من الحشرات المختلفة التي لها قواعد مختلفة، وهناك ملقحات بعضها فعال لهذا المحصول وأخرى فعالة لمحصول آخر، لذلك من المهم معرفة القليل عن التنوع وعن متطلبات مكافحة هذه الحشرات. وقد أطلق مركز إيكاردا في المغرب مشروعه في عام 2015، ويخطط الآن لتوسيع دائرة تطبيق هذا المنهج في الجزائر ومصر والأردن وفلسطين وتونس.